لا لازم نطلع على في عندي اوبريشنز بعملها على تو فيكتورز، التو فيكتورز هذول بنشا عنهم يا سكيلر يا فيكتور. اول شيء نحكي عن الكروس برودكت، الكروس برودكت اللي هو كروس برودكت ما بين تو فيكتورز، فانا باخذ فيكتور A بعمل له كروس برودكت مع فيكتور B. ايش بنشا عندي عن حاصل الكروس برودكت بين تو فيكتورز؟ فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. إذا لما بعمل كروس برودكت ما بين A و B بنتج عندي فيكتور جديد C. لاحظوا الفيكتورز A و B حتى يعطوني ماكسيمم C ايش لازم تكون الزاوية بينهم؟ 90 درجة. وهلا رح ناخذ مثال على كروس برودكت. C كماجنتيود بيساوي A كماجنتيود مضروب في B كماجنتيود مضروب في ساين ثيتا، وثيتا هي الزاوية اللي موجودة ما بين A و B. الاتجاه تبع C هو عمودي على البلين اللي موجودة فيه A و B. إذا بدنا نفكر بالبلين، يعني إيش بلين معناها في اللغة العربية؟ سطح. فلو أنا عندي تو فيكتورز، خلينا أفترض هدول القلمين هم التو فيكتورز، واحد منهم A وواحد B، وخلينا أفترض الحالة هاي إنها الزاوية 90 درجة، وعم بضرب أنا A في B، فبكون باخذ اليد اليمنى باخذ من A ل B. وين بكون اتجاه الفيكتور الجديد؟ عمودي على السطح اللي بيحتوي التنين. لو كانت عندي هاد في هاد بكون عندي بهذا الشكل. اذا اتجاه C راح يكون عمودي على السطح اللي بيحتوي A و B، وبكون طبعا فيكتور. احسن مثال من احسن الامثله اللي بحب اخذها حتى تعبر عن هدول هي لو عندي انا صابونه. ايش هذا الشكل؟ سداس. هكسجون. سداس. لو جبنا سبانر نسميها سبانر، ايش بالعربي بسموه؟ مفتاح. اي مفتاح؟ شد. مفتاح شد. وايش الثاني اسمه؟ رينج. مفتاح رينج ومفتاح شد. هذا هون سبانر، والسبانر اثرت عليها بفورس من هون. وين المسافة بينهم؟ هذا صارت دي فيكتور ولا سكيلر؟ اف هي الفورس اللي بأثر عليها عمالي هون، عمالي بدفش بالفورس هون ودي هون بهذا الاتجاه. هي عندي اف وهي دي، نفترض الزاوية هون بينهم 90 درجة. صار عندي ايش راح ينتج عن حاصل ضرب اف في دي؟ اف فيكتور ترانزليشنال ولا روتيشنال؟ روتيشنال. اف ترانزليشنال، دي ترانزليشنال. ايش بنتج عنها؟ تورك، روتيشنال تورك. مضبوط. والتورك في هذه الحاله راح يكون ما بين كروس برودكت ما بين اف مع دي، عمودي على السطح اللي بيحتوي التنين اللي بيحتوي اف ودي. اذا تاو في الحاله هاي يساوي F مع D. لو بديت F هلا ازيح الزاويه تبعتها شو راح يصير عندي؟ لاحظوا طلع هاي رح نعملها بلون ثاني. شوف شو صرت اعمل، بدل ما ادفش F، مش هاي احسن شيء ادفش F بهذا الاتجاه؟ لو صرت ادفش F هيك هلا ايش اللي راح يتغير؟ تغير الثيتا. تغيرت الثيتا مش هيك اللي بين التنين. او بامكانك تفكر فيها انه دي صدرت. مضبوط؟ هي دي صارت. دي هاي اقصر من دي اللي كانت موجوده عندي اصلا، فبضرب بساين الزاويه اللي موجوده بينهم. لما تكون ثيتا 90 ساين 90 قديش؟ واحد. طيب لاحظ شوف، لو جيت اف صرت ادفش هيك في اف، قديش التورك اللي بنشع عندي؟ زيرو. لانه الزاويه صارت بينهم زيرو. ساين الزيرو زيرو. اوكي ماشي واضح. اذا هذا مثال جيد على الكروس برودكت ما بينهم. خلينا ناخذ مثال على الدوت برودكت. هاي الارض هون في عندي جسم وزنه ام، ايش الفورس اللي عليه؟ الوزن. وزنه ايش وزنه؟ ام في جي. ام في جي، وهذه طبعا فورس بهذا الاتجاه. مضبوط. حتى ارفع هذا الجسم ايش لازم اعمل؟ فورس. بدي احط عليه قوه. قديش لازم تكون على الاقل؟ اقل من ام جي. خليني افترض اني حركته بهذا الاتجاه. لا
هذه دي او اتش سميها بالامتار. هلا السؤال انا اللي بدي اساله هون بدي اثر عليه انا بفورس بهذا الاتجاه مقدارها ام جي وضليت ماثر عليه بهاي الفورس. طبعا انا لازم يكون الفورس تبعتي اكبر شوي صغيره من ام جي عشان يتسارع ويتحرك هون، بس لنفترض انها تقريبا ام جي بالضبط ام جي بحيث انها في النهايه حركت هذا الجسم من هون لهون، ايش نتج عندي صار فيه؟ صار في شغل مش هيك؟ مش فورس في ديستنس رح تعطيني شغل؟ الشغل هذا شو هو؟ فيكتور ولا سكيلر؟ شغل سكيلر انرجي، هو عندي انرجي مضبوط؟ اذا رح يطلع عندي هلا ورك الورك بيساوي اف دوت اتش احنا سميناها هون مش دي اف فيكتور اتش فيكتور قديش الزاوية اللي بينهم؟ زيرو فنتج عندي هون شغل بالحالة هاي دبليو فيكتور ولا سكيلر؟ سكيلر إذا رح يطلع عندي هون هاي الوحدة تبعتهم رح تكون جي إذا دبليو بتساوي اف ماجنيتيود اتش ماجنيتيود مضروبة في كوساين الزاوية اللي بينهم الزاوية زيرو بينهم قديش كوساين الزيرو؟ واحد رح يعطيني أعلى شيء لاحظوا هلا حتى تفهم فكرة الزاوية شوفوا لو إني ما رفعتش الجسم هيك أنا أثرت عليه بهذا الاتجاه فورس بس هو تحرك هيك لو الجسم عمل هذا المسار بدل ما عمل هذا المسار عمل هذا المسار هي اتش ايش الزاوية بين اتش و اف؟ كوساين ثيتا ايش راح تعطيني؟ وين راح تصير اتش محصلتها الفعليه؟ هاي اذا هون بالحاله هاي دبليو بتساوي اف في اتش الجديده كوساين الزاويه الجديده راح يطلع معي نفس النتيجه ها؟ بس لاحظوا هون اف بهذا الاتجاه والحركه بهذا الاتجاه بس الشغل ضل نفس القيمه ضلت نفس القيمه في النهايه المحصله اللي حصلتها انه ارتفع من هاي النقطه لهي النقطه نفس الارتفاع تمام نفس الارتفاع